la fin pour نحن n'importe quelle équipe au monde لم نصل إلى نهاية الطريق، ما زال لدينا مباراة لنلعبها، وأعتقد أنه حتى أفضل المنتخبات وعندما تلعب على المركز الثالث فهي تلعب من أجل تصنيف الفيفا، والأمر ليس هو النهاية على الإطلاق. نعم، نحن نفكر ما هو المستقبل. بالطبع هناك أيضا المنافسات للاتحاد القاري وغيرها، ولكن نحن بعد أن يتحسن تصنيفنا في تصنيف الفيفا الدولي نود أن ننمي كرة القدم، وأعتقد أن كل المنتخبات الكبرى تود دائما أن تكسب كل المباريات. لدينا 4 سنوات قادمة نستطيع أن نفكر فيها في كأس العالم التالية، في المنافسات القارية، وبالتالي أيضا نحن نود أن نكون أفضل المنتخبات الإفريقية، ونحن نعرف أن المشجعين والمشجعات خاضوا مشوارا رائعا معنا حتى الآن، وليس لدينا أي شيء نندم عليه. في الحقيقة نحن نعرف أننا أدينا أداء جيدا، نحن دخلنا المنافسة لنفوز كما كل المنتخبات الكبرى. هذا بالنسبة لنا، بالنسبة لأفريقيا كل خطوة نجاح وكل تخطي للتحديات يعني أننا نقترب أكثر وأكثر من هدفنا، وعندما نحصل على المركز الثالث غدا ربما نستطيع أن نهدف إلى الفوز بكأس العالم في المرة التالية. علينا بالفعل أن نهدأ وأن نركز، لأن أعتقد أن هناك الكثير من المشاعر الجياشة حاليا وخصوصا في هذا الدور، ونحن ما زلنا نريد أن نفوز، ما زلنا نريد أن نؤدي بأفضل صورة ممكنة في هذه المباراة النهائية غدا. بالنسبة لنا أعتقد أننا جميعا نعرف أهمية مباراة الغد، ونحن نريد بالفعل أن نحصل على ميدالية، وبالتالي كما قلت نود أن ننهي بأفضل طريقة وبأفضل أداء. نحن هضمنا الآن الخسارة الصعبة، والفريق يعرف أنه من أفضل 4 فرق على مستوى العالم. خطرنا من خلال إنزاله لأرض الملعب سيف، ولكن طبعا هو أصيب، وأيضا بعض اللاعبين بالوسط مصابين، مجراوي أيضا تعرض لإصابة، عانى من إصابة. بالتالي يعني نحن ضغطنا على اللاعبين طبعا وصولا بهم إلى أقصى حدودهم، أقصى حدود قدراتهم، ولكن نحن لا نريد أن نأخذ أي مجازفات، نجازف بأي شيء وبصحة أي أحد في مباراة الغد. ولكن على أي حال أنا واثق من المجموعة من المنتخب، وواثق من أننا سنبذل قصارى جهدا. وليد رونان دو بي إن سبور، جو فولي كونيت أن تي بو فوتر. صباح الخير وليد رونان دو بي إن سبور، أنا فقط أردت أن أحصل على رأيك، ما معنى ما قدر وشأن مباراة المركز الثالث؟ هل تعتقد أن يعني شأنها يقارن مثلا بشأن أو بمكانة كرة اليد أو كرة السلة؟ وما الذي ترسخ في ذهنك بعد هذه بعد هذا المونديال، هذه المنافسة؟ بالنسبة للمسألة صعبة بعض الشيء، يعني المسألة غاية بالتعقيد بالنسبة للمنتخبين. طبعا خسرنا في النصف النهائي، شعرنا بخيبة الأمل، هذا ينسحب على المنتخبين، ولكن يتعين علينا أن نرفع المعنويات ونركز على مباراة أخرى. طبعا يتعين أن نولي مباراة المركز الثالث أهمية عالية وشأنا كبيرا، لأنه أفضل بالنسبة لنا أن نفوز بالمركز الثالث عنها من أن نفوز بالمركز الرابع، ولكن الهدف المراد كان أن نصل إلى النهائي ونفوز لربما بالمركز الأول والثاني. ولكن أي نعم، هذه المباراة لها أهمية قصوى، سنبذل قصارى جهدنا، ولكن حتى لو فزنا بهذه المباراة سيكون معنا ذلك طبعا أننا لم نحمل اللقب إلى ديارنا، وطبعا نحن معنيون بتصنيفنا عند الفيفا. المباراة مهمة إذن بالنسبة لنا، ولكن كنا نريد أن نلعب في النهائي يوم الأحد وأن لا نلعب في مباراة الغد. لهذا يعني هذا هو نفس الحديث الذي قلته للاعبي، ستكون هذه 7 مباريات مونديال نخوضها تاريخ اليوم 16/12. بالتالي إن سألنا كل مغربي ومغربية
لو كان متوقع قبلها أن نكون لازلنا هنا أنهم لكانوا متوقعين من أننا سنصل هذه المرحلة، أعتقد ما من أحد كان متوقع أننا سنصل إلى هنا. بالتالي ست مباريات في 20 عاما، كان هذا هو رقم القياس السابق ونحن حطمناه، وتحطيم الرقم القياسي هذا لا يقدر بالمال، يعني يطفي علينا يكسبنا خبرات وتجارب واسعة جدا. بالتالي وكأننا لعبنا في مونديالين دفعة واحدة، دفعنا بذلنا قصارى جهدنا، مارسنا الضغط لكي نكسب نغتنم ننال شرف الفرصة والتجربة، وحلفنا الحظ، وطبعا نأخذ كل ما يمكننا أن نعود به كأمة كمنتخب، ولكن طبعا شعرنا بخيبة الأمل، كانوا يعني متشوقين مولعين متحمسين لأن يحصدوا هذا النصر لصالحهم، وبالتالي خيبة الأمل كانت موجودة، ولكن المباراة غدا مباراة مهمة. أعتقد أننا لدينا فرصة بأن نصبح الفريق الثالث أو المنتخب الثالث على مستوى العالم، وهذه فرصة لم تسنح لأحد المنتخبات الأفريقية حتى الآن. بالنسبة للمباراة ضد فرنسا، أعتقد أن الجميع يعتقد أننا لعبنا جيدا، نحن وصلنا إلى نصف النهائي، وبعد يوم من الصدمة أعتقد أننا سعداء بما وصلنا إليه. بونجور وليد، مراد متوكي. Vous nous avez fait vivre des moments exceptionnels et vous avez vécu des moments exceptionnels. L'heure maintenant est à la mobilisation. Comment justement y remédier pour affronter cette équipe croate contre qui tout a commencé dans ce mondial ? On a nettoyé les têtes déjà parce que quand on perd une demi-finale de Coupe du Monde, et surtout que nous c'était notre première avec, comme tu l'as signalé, avec toutes les émotions qui vont avec, bah c'était compliqué mais... Les joueurs ont encore faim, comme j'ai dit. Ils ont envie de bien terminer. Ils se rendent compte qu'il y a encore un match à jouer aussi. Et je pense qu'ils ont bien compris que terminer troisième, ce n'était pas terminer quatrième non plus. Et que ce serait bien de ramener une médaille à la maison, comme on dit. Donc on a vraiment à cœur de bien terminer la compétition. Et les joueurs, maintenant, ont, je pense, digéré la défaite. Ils se rendent peut-être compte aussi qu'ils étaient... En demi-finale de Coupe du Monde et qui font partie des 4 meilleures équipes au monde. Donc ça aide aussi pour nettoyer les têtes et repartir de l'avant. Hi, Noah, Dutch Television. But the question has to be in English, right? Yeah. Question to Zakaria. Could you explain a little bit about how you've experienced the World Cup personally, playing here, scoring here, reaching the semifinals? For me personally, it's amazing. I mean, it was a dream for me to play the World Cup. And I'm 22 years old now to play World Cup, to score. Like I said, it was my biggest dream. And now we are fighting for the third place. It's something nobody expects. But like I said, it's like a dream coming true.